المدينة المقدسة هذه المدينة الروحية التي ارتبط ظهورها بتأسيس أو ظهور الزاوية الشرقاوية مع أواخر القرن السادس عشر على يد مؤسسها أبو عبيد الله الشرقي ابن سيدي بالقاسم ابن الزاري وسيدي بالقاسم يوجد ضرحه حاليا على إحدى ضفاف واد أم الربيع بالقرب من قسم التادله تاريخ هذه المدينه بطبيعه الحال هو ارتبط بتاريخ الزاويه الشرقاويه التي تاسست كما قلت على يد ابي عبيد الله الشرقي واللي عرفت الاوج ديالها الثقافي والفكري بطبيعه الحال مع الولي الصالح سيدي صالح وابنه سيد المعطي سيدي صالح توفى في سنه 1727 و سيد سيد المعطاء توفى سنه 1766 ولكن معروف في القرن اكثر القرن عشر اللي معروف اكثر استاذي هو ابو عبيد الشرقي هو ابو عبيد الشرقي هو المؤسس ازداد في, في, في بدير تادله بزاويه ابيه وتلقى تعليمه الاولي بزاويه ابيه بدير تادله ما بين يقال حاليا منطقه ازراراك هي ما بين تاكزيرت وما بين بني ملال او هناك من يقول بانها تاكزيرت وهناك من يقول بان منطقه أزرارك ولكن المنطقتان توجدان ما بين مدينه داي وقصبه محاو سعيد تلقى تعليمه الاولي بمنطقه الدير وبعد وفاه سيدي سيدي سعيد انسناو عاد الى زاويه ابيه الا انه تعرض لمجموعه من المضايقات من طرف الفقهاء والمتصوفه الذين انا ادين كانوا يفيدون على منطقه تادله باعتبارها منطقه تصوف ومنطقه علم وزهد وفقه الى غير ذلك حيث كما قال عبد الكريم العبدوني كان الفقهاء والعلماء والمتصوف والمتصوفة والأولياء الصلحة يفيدون إليها أي إلى منطقة تادلة كما تفيد الإبل إلى بلد الرعي هذا يعني أن منطقة تادلة كانت تتميز بمجموعة من الخصوصيات والمميزات التي تميز عن باقي مناطق المغرب باعتبارها تتوفر على مناطق خصبة سهل سهل شاسع سهل تادلة ونطاق تادلة وحيث يوجد الخضرة والماء وهذا هو ضالة العلماء والفقهاء والمتصوفة هذا بالإضافة إلى كون منطقة تادله منطقة إستراتيجية تتوسط المغرب أو توجد في قلب المغرب ما بين منطقة فاس ومنطقة مراكش وكل حسب الإخباريين كل من سيطر على مد... على نطاق تادله سيطر على باقي مناطق المغرب وشحال من أستاذ في أبي هناك مجموعة من الاولياء والصلحاء بمدينة ابي الجعد يفوق عدد الاضرحة والمزارات 45 45 مزار وضريح المتواجدون هذا يعني ان الزاوية الشرقوية في وقت من الاوقات عرفت تقدما علميا وثقافيا كبيرا خاصة في عهد سيدي صالح وسيد المعطى حيث تخرج من الزاوية الشرقوية مجموعة من العلماء كما هو شأن بالنسبة لسيدي عبد الكريم العبدوني المعداني الهداجي العروسي إلى غير ذلك من العلماء الذين تخرجوا من الزاوية الشرقاوية وكي كتشوف دابا أبي ثقافيا يعني مقارنة مع شحال هذه حاليا هي لم تساير العصر على مستوى الثقافي لم تساير ما يجري بباقي المناطق الاخرى التي تعرف تغيرات كبرى على المستوى الثقافي وعلى المستوى الفكري في حين بقيت جامده باستثناء بعض الاخوه بعض الكبار العلماء كما هو الحال بالنسبة للأستاذ أحمد بوكاري والأستاذ عبد المجيد بوكاري وسيدي محمد الشرقاوي اللذان الذين عملوا على نفض الغبار على مجموعة من المعطيات التاريخية والثقافية المرتبطة بالزاوية الشرقاوية أنت يعني ابن مدينة بلجاد أب عن جد نعم يعني الازدياد ديال كان في ابي الجعد الطفوله ديالك بين مدينه ابي الجعد بالاضافه الى الى ذلك بالاضافه الى العلماء والفقهاء الذين تخرجوا من الزاويه الشرقاويه فقد لعبت ادوارا طلائعيه كبيره جدا في اواخر القرن التاسع عشر الى درجه ان شارل دوفوكو سنه 1883 حينما زار مدينه ابي الجعد قال له احد سئل احد المواطنين من طرف شارل دوفوكو فاجابه انه هنا اي يقصد مدينه ابي هنا لا سلطان ولا مخزن لا احد اخر الا الله وسيدي بن داوود هذا هذا يعني ان شيخ الزاويه كان قويا جدا الى درجه انه يتحكم في تعيين وعزل القواد المتواجدين بمنطقه نفوذ الزاويه الشرقاويه جولة داخل مدينة ابي الجعد ونحن الان بالقرب من ضريح ابو عبيد الشرقي مؤسس الزاوية الشرقاوية ومؤسس مدينة ابي الجعد وهو الذي اسس الى اسس مدرسة تخرج منها العديد من العلماء والفقهاء والمتصوفة والزهاد وهم الذين بنوا المعرفة بمدينة أبي الجعد، المدينة الروحية، المدينة المقدسة، مدينة الأولياء الصلحاء، المدينة التي نفتخر بكوننا أحد أبنائها.